معكم غزالة ديالي، مرحبا بكم، مرحبا بيا معكم. فيديو جديد، نهار جديد، خريجة جديدة. مرحبا بالناس الجداد وكذلك الناس القدام. اليوم البنات شوفوا كي خارصة بحال لكم، بحال بعولة ماكياج لا والو، هي هذيك. المهم اليوم حبيباتي غادي نمشي باش غادي نصاوب الحجبان والشفار اللي كيبقاو 6 شهور حتى العام. وي انجاز انجاز حققت لي انت دابا من الشفران ومن الحجبان. المهم غادي نديكم معايا وغتشوفوا في صوبتهم وغتشوفوا شحال الثمن ديالهم وغتشوفوا الخدمه ديالهم شحال زوينه. خليكم معايا. المهم بنات يلا جاوا مورايا. كيف ما قلت لكم في الفيديو ديال البارح، قلت لكم انه كيجيو موراك حتى للدار وكيردوك حتى للدار. يلا جاوا دابا مورايا للدار دابا. ودابا راه حنا غاديين باش غادي نصاوب وغادي تشوفوا ديك الساعه النتيجه. الواو المهم راه كنوجد راسي للحفله باش تكونوا على علم وصافي. المهم دابا حنا غاديين ان شاء الله، غير نوصل تما نصور لكم كلشي. المهم بنات يلا لقيتوني، يلا صاوبت، درت لي الفورما وغادي لهم البنج عاد باش تخدم. البنج كيبقى ساعه الا ربع باش كيدخل مزيان، وغتنتفلي الحجبان حيت راه قلت لكم تشعشعوا واخا قرعيه. المهم وديك الساعه عاد غادي تبدا الخدمه. الصراحه جاي فنين، غادي يجيو فنين انا متاكده. شوفوا غير الفورمه اللي دارت زوينه وغايجيو داك الشيء زوين. وخليكم معايا باش تشوفوا كلشي لي ديتاي. حبيباتي هنايا راه نتفات لي الحجبان، نتفاتو مني باش غدير لي دابا البنج ونخليو البنج، نخلي البنج للمده ديال ساعه الا ربع. وعاد بدات كتخدم داك ليبره، ماشي ابره وانما بحال فيها سنينات، ولكن هي كتجرح يعني بحال زيزوار. المهم ما عرفتش بحال هكاك كتبقى كتخدم دابا بها وكتصاوب لي الحجبان. ما تخافوش راه غيسير شويه 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 ديال الاخر، بغيتش نقول سمنتو حيت ممنوع. غادي يسير واحد شويه ولكن ماشي مشكل، يعني غادي الاخر غادي كتمسحو عادي، يعني ما كيبقاش ما اصلا ما كتحسيش حيت كيكون بنج لك ديك السباس، واخا تقيسي بيها واخا كتبقاي كتبان لك قاصحه. المهم دابا راه بدات كتقادلي وكتدخلي لو برودوي، ومن بعد غادي دير لي واحد البرودوي غيبقى لي واحد المده ديال 5 دقائق، وكتجي تشوف واش صافي شدات فيك الاخر ولا لا. المهم انا ما شداتنيش، ما شدتش فيا، عاودت لي المره الثانيه حيت اصلا انا ما عنديش الشعر. فهمتوا كيفاش هذا ما كان حبيباتي، فكنت من انا كنت نمشيو تجربوه. الصراحه غزال 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 بزاف، زوين لواحد الدرجه ما كتصورش، وكيبقى المده اللي قلت لكم ما بين 6 شهور حتى العام الى حافظت عليه. هذا ما كان حبيباتي، كملوا لا فيديو ونشرح لكم شنو كاين. شوفوا يا البنات البدايه ديال الفيديو، شوفوا يدي كي دايرين، عرفتوا قتلتهم بالضحك، قلت لهم يدي دايرين بحال يدي راكم عارفين مع الشقا جميع داكشي، راه ما كيبقاو لي يدين حالتهم. بدات كتبرد لي الضفراني حيت رغم ان يعني ضفار ما عنديش ضفار طول، ولكن اوبليجي خاصها تبردهم وكتحيد منهم داك الخلايا الميته ديال الضفار، باش ملي كدير لو جيل كيشد في الضفران. فهمتوا كيفاش كدير لكم واحد البرودوي بحال الفيرني وكتخلي عاد داك الساعه عندك ساعات تقدري دير لك البوز جيل ولا الضفار. الغزاله ديالي يلاه خرجت دابا من عند الاخر. شوفوا الصراحه
الحجبان كي كيطلعوا فنين غزالين. مازالين كيحرقوني حيت البنج بدا كيمشي منهم. ملي كيمشي منهم البنج كيبداو يحرقوا غير شويه ماشي بزاف، كيحرقوني واحد شويه. اليدين بوليجال، ها هي البنات فنين زعما الصراحه كيخرجوا. خليكم معايا باش نكمل معكم الفيديو. انا البنات خرجت فريمون جيعانه جيعانه حيت منين مشيت في الصباح وانا تما حتى لشي 7 د العشيه اولا لا 6 د العشيه عاد خرجت، جيت جيعانه ديال بصح قلت لحامد والو ندوز ناكل عاد نمشي نكمل شغلي. الغزالات ديالي يلاه جيت دابا عاد للدار. شوفوا ها نتوما شوفوا كيزا بولي جال صراحة فنين، جاو كيحمقوا في يد وما بغيتش انا ندير داك الطفر لي طوال. شوفوا هاد اللعيبه هنايا ديال سير فضيحه في راسك حالي فضيحه في راسك. شوفوا كي كتجي زوينه الصراحه كي كتجي. شوفوا هنايا منين كتاك ما حبسه ما محبساش راني كنصور. واش كتصور انا هكا صور انت اللي انت كتهضر معايا راه كنهضر. شكون اللي صورك انت؟ انا راني كنهضر وانت كيداير؟ شو كيداير؟ تطوج قالك تطوج هذا التطوج هذا كريسي هاد البروشيت اللي عطاوك ب 20 درهم ولا 15 درهم هذا البنات ميكرو بلايدين اللي كيجي كيديروا لك البنج ومور البنج. الصراحه البنج هو باقي من هنايا مور مري هادشي وكيحرقني الصراحه كتحرق صراحه. ويني ماشي شي حريق اللي زعما كراف شي حريق اللي صعيب لا عادي. كيجي فن الصراحه كيجي كيحمق من هنايا وكيبقى لك المده نتاع 6 شهور وكتجي شعره بشعره. شفتو كتجي شعره بشعره بحال اللي تقولي الحواجب ديالك بحال اللي تقولي حجبانك هادو ما فيهم حتى شي حاجه. وهنايا اليدين حتى هما جاوا فنين. ما بغيتش ندير انا الضفار طوال، بغيتهم انا الضفار غير صغيورين ما بغيتهمش هكا يجيو طوالين. هانتوما شوفوا ملي كديري هكا يدك كيبان واحد شويه طوالين على يدك. تقدري تخدمي بهم الشغل، تقدري تلبسي حوايجك، تحكي براسك، تاكلي تاكلي بيديك هكا تاكلي، يعني كتقدري ديري كلشي ملي كيكونوا هكا ماشي بحال اللي كيكونوا طوال صراحه فنين. اما بالنسبه للثمن ديال الحجبان وانا كنت غادي ندير الشفار ولكن في الاخر لحظه ما درتهمش. علاش؟ لحقاش خصني نهار ديال الحفله اللي غادي ندير خص تكون الشفران ديالي خص يكونوا هكا. واش دابا عجبكم هكا؟ يا مزوج واش عجبكم هكا؟ شوف ها شوف النمر عايش معايا انا ماشي المراه. شوف ويلا النمر عايش معايا ما لقيتش باش نعبر، ما لقيتش باش نعبر. ماشي الفضيحة في راسك. واش نيتك؟ نيتك. شنو قال لي؟ قلت له حميد غادي ندير واحد داك التوريد ديال الشفتين اللي كيديرهم الغوز كيدخلوا فمك ديما بحال اللي دايره العكار كيبقى عام بحال اللي دايره شناك. بحال اللي دايره العكار. وانا نقول له قال لي داك الساعه داك ه وداك دابا مع انا في واحد الطبيعه كنلاقي هادو كنلاقيهم المهم باش ما نوريها لكمش ما تقولوش لا 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 كنلاقيهم دائما في التصاور. قال لي وداك الشيء اللي كديري في فمك راه ما تعرفيش كاع ديريها تولي دير غلول. هو ماشي هو ماشي البوتوكس ولا جاب له الله راه غندير البوتوكس ولا ما عرفتش بقيت كنضحك. المهم هنايا الصراحه حمقوني حمقوني ديال بصح. الثمن ديالهم هذا غنقول لكم دابا والثمن ديال اليدين حتى هما غنقول لكم دابا وغادي نعطيكم لو بري نورمال ولو بري ديال البنات اللي غيجيو من عندي. كل بنات الغزالات ديالي كدايرين لاباس عليكم؟ بخير صحتكم؟ لاباس صباح الخير صباح النور صباح الورد والياسمين على اجمل متسبعات في العالم. بول بنات شو بغيت نقول لكم؟ شوفوا الحجبان كي كيصبحوا في الصباح الحريق ما بقاش كي كان صراحه ما بقاش داك الالم الشديد عادي دابا جدا صباح مزيان الحمد لله. شوفوا كي كيصبحوا البارح كانوا شويه كلير دابا صبحوا شويه فونسي وباقي الحصه الثانيه ان شاء الله اللي غادي تكون بعد 15 يوم باذن الله. ناري وحي عرفتوا حميد قتلني بالضحك صدمني
وعباد الله صدمني انا، واش انا جايه وزعما فرحانه وهادي. قال لي شنو هادشي شنو هادشي قال لي بنت ما كيخلقكم مقدد نتوما كتعذبوا فراسكم، عرفتي متضحك البارح. المهم بلات هذا راه ماشي طاطو، راه ماشي تطواج هذا، يعني عنده 6 شهور وكيمشي ما كيبقاش. هذا ميكرو بلايدين اللي بزاف ديال البنات راه كيعرفوه، اتصلوا بيا بزاف ديال البنات من الرباط من كازا من كلشي، قالوا لي فريمون الثمن زوين، وصراحه كيخدموا بدي برودوي اللي زوينين، قالوا لي فريمون الثمن زوين ورخيص وفي متناول الجميع. حيت قالوا لي حنايا في المدينه ديالهم في كازا في الرباط كيتقاموا كيتصاوبوا بكثر بثمن غالي، هنايا في تازا نورمالمون هي كتصاوبهم ب 700 درهم، ولكن اللي جايه من عند مونا اش ام غتخلي لها غير ب 600 درهم، يعني الثمن في متناول الجميع وعلى قد قد، يعني كاملين على قد قد. شنو بغيت نقول لكم؟ صراحه البارح مشيت خرجت انا وحميد، يعني قلت له شنو هادشي، يعني كيفاش جاك هادشي، فحطم لي المشاعر ما خلاكيش تشجعي ان راه كي دايره شي حاجه زعما زوينه وهادي وهادي. كنت باغا ندير تشفار ولكن لا، في الصالون اللي غادي نصاوب في النهار ديال الحفله قالت لي لا، قالت لي حقاش الا درتي الشفار ما غاديش يجيوكي مع الماكياج، حيت الماكياج ديال واخا انا دايره حفله مي غادي ندير ماكياج ديال العروس ديال العروسه كيخصو يكون داكشي شارجي، اون بلوس كيخصو يجي باين، يعني الشفار خصهم يجيو كبار، الماكياج خصو يجي باين، كلشي خصو يجي باين مشطا، يعني داكشي خصو يجي باين للناس، فهمتي اوفر نتو كيفاش. فداكشي علاش قالت لي لا بلا ما ديري الشفار، اون بلوس البارح زعما عييت ما قدرتش نديرهم، ولكن غادي نرجع نديرهم، غادي ندير الشفار نتاع اللي كيبقاو ديال 3 شهور كيبقاو عندك زوينين وكيجيو خفاف على العين وما كيتقلوش وما كيجمعوش داك شو كيقولوا لها الخبل اللي كيكون، يعني بحال هكا داك كتنسي فوق الخده كتنسي فوق هادي فوق هادي. دابا لقيتوني غادي نمشي عند التريتور، غادي نمشي عند النقافه، كنت غادي نصاوب عند النقافه في الاول راه وريت لكم، مي دابا غادي نصاوب عند بلاصه اخرى ان شاء الله، غادي نشوف دابا مازال ما عارفاش شنو غادي ندير. غادي نمشي عند النقافه، غادي نمشي عند التريتور، غادي نمشي عند بزاف، يعني غادي النهار عندي بزاف المشاغل صراحه عرفتو. غادي نحيد هاد السدادر وغادي نحطهم في بيت النعاس وحده فوق وحده، وغادي نفرش هادي كلها غادي تجي غير بالطويبلات نتاع التريتور باش كيجي داكشي باين مزيون، فهمتو كيفاش. هذا ما كان الغزالات ديالي، هادشي اللي كنت باغا نقول لكم. غادي نوض دابا البنات، غادي نهبط لدارنا، غادي نمشي نتغدى في دارنا حيت اليوم الجمعه. جمعه مباركه عليكم كاملين بالصحه والسلامه وطول العمر وباش كتمناو، الله يسهل علينا وعليكم وعلى جميع امه سيدنا محمد. الله يعطيكم ما كتمناو في حياتكم في مستقبلكم في اي حاجه. الناس اللي كيبغيونا كنبغيكم، والناس اللي ما كيبغيوناش شاو ما كنبغيوكم، حيت الله سبحانه وتعالى عطانا واحد الحاجه في القلوب ديالنا اللي هي المحبه. يعني الوغ ما نقدروش حنايا نكره، انا بعدا كنهضر على راسي بصفه عامه غير بصفه خاصه ماشي بصفه عامه. بالنسبه لي انا ما كنكره حتى واحد، عمري ما نكره شي واحد، ولو انهم غدروني وخانوني ويعني كتجي واحد الفتره اللي كتولي شي ناس كتولي كنتي كتشوفيهم في شكل كتولي ما كتحمليهمش، ولو ما كيكونش الكره، الكره ما كيكونش. شوفوا هاد الجهه باقه اللي حمراء سبحان الله العظيم. المهم هذا ما كان البنات، فكنتمنى كنتمنى كنتمنى ان تنتوما دائما خليو قلوبكم بيضاء، دائما خليو قلوبكم خاليه من الحقد، دائما خليو قلوبكم خاليه من البغض باش ربي يسهل عليكم. وبغيت نوصل واحد الميساج، هو ان كاينين شي ناس في اليوتيوب كيبينوا الوجه الملائكي الملائكي، ولكن الى جيتوهم فاس والناس اللي راهم تعاشروهم كيعرفوهم انهم اشرار بصفه عامه. يعني لاش انا غادي تجيو تمثلي علينا الدور ديال الملائكه وانتيا قبيحه مع الله؟ الوغ الانسان دائما يخاف من اللي خلقو ما يخافش من العبد، حيت العبد كيعطيك حتى حاجه. الله الا شوفوا راه هذا كلينيكس الا كان الله سبحانه وتعالى ما مكتبولكش هو ما باغيكش تاخديه راه ما غتاخديش. البشر ما كيعطي حتى شي حاجه من غير الله سبحانه وتعالى. انا بصفه خاصه كنخاف من اللي خلقني، ما كنخافش يعني من البشر، اللي بغى يهضر يهضر، اللي بغى يقول يقول، اللي بغى فمو هذاك راه اليوم الجمعه وربي راه شاهد
والله سبحانه وتعالى شاهد على داكشي اللي كنقول وداكشي اللي في قلبي. اقسم بالله البنات ما عمري شوفوا ما غاديش نقول لكم انا ما كنهضرش في الناس ولا غادي نهضر، مي كذب عليك كذب يقول لك انا ما كنهضرش، غادي يجي نقدر نهضر في شي حد يقدر نجبد الهضران. الوغ شوفي هضرتي بالاخر بزوين ولا بشين ولا بزين راه كيتسمى نميمه، يعني غتهضري غتهضري غنهضر في شي حد غنهضر، ميمكنش نقول لكم لا راه ما غنهضرش لا راه انا راني خاطيني راني انا ما عاد شنو الهضره كنهضر، ولكن باش تقولوا لي القلب ديالي اقسم بالله ما كنحقد على شي حد ما كنكره شي حد، الله بوحديته اللي عالم وعالي وراه شايف وعارف شنو كاين، وربي يجازي كل واحد على اي حاجه كيدير، ربي بوحديته اللي عارف شنو كاين. هذا ما كان الغزالات ديالي، فميساج من هنا في هذه الليله وفي هذا اليوم ديال الجمعه ان نتصالحوا مع بعضياتنا، يكون قلوبنا على قلوب بعضياتنا، نكونوا خوت مع بعضياتنا، نكونوا حباب وصحاب مع بعضياتنا، فهمتوا كيفاش. هذا ما كان البنات، فكنتمنى ان الميساج ديالي يكون وصلكم ويكون وصلكم بقوه حيت حتى حاجه ما كدوم لا يصح الا صحيح. وخلي كل ما كان كنتي مزيانه مع الله وكل ما كنتي مزيانه مع العبد رغم انهم يادي وكيديروا اللي بغاو يديروا انت مزيانه معاهم وكتمشي بنيتك راه الله سبحانه وتعالى غيب يلك حقيقتهم. انا ندمت حيت صاحبت درت صحاباتي مؤخرا وندمت ندمت ندمت، ما كنكرهمش ولكن ما هضرتش معاهم ما قلت لهم شنو درتوا شنو درتوا ما قلت لهم حتى شي حاجه، ما حطيت ستوري واحد عندي في الواتساب وديجا راه شافوه صافي. هذاك هو البوان فينال بيناتنا، حيت انسان ملي ما كتاديش وما كتجبديش وانت عندك عزيز هو كيحفر لك مورا دارك راه ربي كيفرشو. هذا ما كان الغزالات ديالي، فكنحمق عليكم وكنتسطى عليكم وشكرا لكم وشكرا لحبكم ودعمكم على اي حاجه كديروها على ودي، اللي يخطاكم عليا والله يسهل عليكم والله يفرحكم ربي، وتهلاو لي فراسكم ولي دايره بحال الفقيه. يلا تهلاو لي فراسكم، ودائما شعارنا محبتنا. جيران سمعوني بسلامه تهلاو.